هذا هو، احنا الان في وسط بيت الشاعر الكبير العراقي العربي بدر شاكر السياب. طبعا هذا البيت ابا عن جد لهذه العائله، وانولد السياب في هذا المنزل. يعني ما ادري، انا يعني اشوف هواي اشياء، هواي تغزل بمنطقته السياب. طبعا اكو نهر مو هنا؟ نهر بويب. بويب موجود هذا بويب. النهر هاي بعدين نروح له، احكي لكم مفارقه حلوه دي. والله كلش حلوه. حلو. طبعا سياب لاعب لعبه كلش جميله. شلون؟ قصيده بعدين اقول لكم. طيب هناك نسولفها. اي المنطقه هواي سالنا بالطريق انا وياك وطارق كلها على اسم ويسان، حمدان، يوسفان. هذه المنطقه تمتاز بانه اسماء المناطق والقرى اللي موجوده يعني تنتهي كانما على وزن اسم المثنى. اي آن بالأخير موجود بها، وبين قرية وقرية يفصلها جسر صغير. جسر هاي تشوره هواي يعني مجسر صغير بين قرية وأخرى. أكو أنهر هواي مو؟ أكو أنهر هواي.